اهلا بيكو. احنا في المحاضرة دي، محاضرة الشيرنج، اتكلمنا عن الشيرنج من خلال جوجل درايف، وبعدين اتكلمنا عن الشيرنج من خلال سلايد شير. بسرعة دلوقتي هنروح ونتكلم على الشيرنج من خلال بنترست، وبسرعة. ليه؟ لان احنا اوريدي اتكلمنا عن بنترست قبل كده. انت لما عملت بنترست بين بوردز تقدر تعمل لها شيرنج اوريدي اوتوماتيكالي على بنترست، هي موجودة والناس اللي متابعاك تقدر تشوفها. بينما كمان ممكن بتاخد لها شير وتقدر سوري تقدر تبعت اللينك بتاعتها وتعملها شيرنج على فيسبوك او على لينكد ان او على تويتر او غيره. فبنترست وسيله من وسائل الشيرنج، مش هقضي وقت دلوقتي معاها لان احنا زي ما قلنا المفروض ان انت عرفت الكلام ده قبل كده. هنخش نتكلم على يوتيوب. يوتيوب اعتقد انها مش محتاجة تعريف كتير. يوتيوب من اكبر الويب سايتس اللي بتعمل شيرنج للفيديوز. دي يمكن سكرين شوت من اليوتيوب شانل هوم بيج بتاعتي، تلاقي عليها الفيديوهات اللي انا بحطها وغيره. طيب بسرعة عايزين نشوف ازاي بنعمل شيرنج من خلال اليوتيوب. طبعا اساسا بنتكلم على شيرنج من خلال الفيديوز. انت وانس عملت يوتيوب شانل بيبقى يطلع لك حاجة اسمها الداشبورد. على الداشبورد دي انت بتشوف حاجات كتير، منها بعض الافكار وبعض الحاجات اللي ممكن تستغلها على يوتيوب، وكمان تقدر تبص على الاناليتكس بتاعت الفيديوز بتاعتك، مين شافها وشافها امتى وكده. انا يهمني دلوقتي ان انا عايز ارفع فيديو على يوتيوب، فبتروح هنا وابلود فيديو. طبعا عندنا اوبشنز تانية، احنا اللي يهمنا الاوبشن بتاعت ابلودنج فيديو. لما تيجي تختار الفيديو بتقدر تابلود سيلكت فايل برضو وتروح تابلود. موضوع الابلودنج ساعات بياخد الوقت لان عادة الفيديوهات بيبقى حجمها كبير. يعني احنا هنا لو بصينا هنلاقي ان الفيديوز بتاعتنا 140 ميجا و 160 ميجا و 200 ميجا وغيره. في حاجات اقصر شوية، لكن في الاخر حجم الفيديو ما هواش صغير، فمش هنقدر نعمل الديمو بالكامل عندنا. المهم ان انت وانس عملت الابلود بيبتدي يظهر عندك حاجة زي الداشبورد برضو. الفيديوز بتاعتك اللي عملها ابلودنج ابتدي بسرعة. ادي مجموعة الفيديوز اللي عملنا لها ابلودنج قبل كده عشان الكورس ده مثلا. هتلاقي بتاريخها، اتشافت كم مرة، في كومنتس عليها ولا لا. طبعا هنا الفيديوهات القديمة هتلاقي عليها ارقام اعلى شوية. الشانل بتاعتي بقى لها كذا سنة، عليها دلوقتي اكتر من 700 فيديو. دول بيبقوا مترتبين حسب التاريخ، ممكن طبعا ترتبهم حسب حاجات تانية، لكن في الاخر انت بتبقى رفعت الفيديو وتقدر تتحكم في مين يشوفه ومين ما يشوفوش، وتقدر تعمل له شيرنج وما الى ذلك من العمليات. طيب انا طبعا هنا بسبب ان مش هنقدر نعمل فول ديمونستريشن على موضوع الابلودنج بتاع الفيديو، زي ما قلت لكم حجم الفيديوهات كبير وبياخد وقت طويل في الابلود، فاحنا هسيب لك انت الحكايه دي بقى، وانت تعافر بنفسك وتحاول تتعلم ازاي تابلود زي ما حاولت قبل كده تتعلم ازاي تعمل فيديو. ودي ثالث اساينمنت مطلوبه منك على في المحاضره دي. فالمحاضره دي فيها ثلاث اساينمنت صغيرين. هتشير حاجه من خلال جوجل درايف، هتشير حاجه من خلال سلايد شير، وهترفع فيديو وتعمل له شيرنج من خلال اليوتيوب. فارجو اننا اشوف الاساينمنتس بتاعتكم دي في اقرب وقت، علشان ان شاء الله لما تكمل الاساينمنتس بتاعتك يبقى في ان شاء الله سيرتيفيكت من الاكاديمي اوف نوليدج ان انت كملت كورس ديجيتال كونتنت فور تيتشرز في الاخر. دي اخر حته في الكورس، سوري في المحاضره بتاعتنا بتاعت الشيرنج. وبحب بس انبهك في الاخر لان انت ما تنساش ان انت تعمل شيرنج على لينكد ان وفيسبوك وجوجل بشكل عام.
دول بيساعدوك ان انت حاجتك تتشاف والناس تعرفها والناس تستفيد منها، وده اهم حاجه بالنسبه لنا. وما يمنعش ان انت وانت بتديفلوب يور سيلف كبروفيشنال ترينر، ان الناس لما يبقى تبص على تاريخك وتشوف الحاجات اللي انت عملتها قبل كده، ده بيساعد في ان انت تلاقي فرص عمل احسن ان شاء الله. طيب يبقى احنا هنروح دلوقتي على الستوري بورد. دي المحاضرة الجاية. كلمة ستوري بورد اتكررت معانا كتير، فهنحاول نشوف بقى ايه الستوري بورد وازاي بعمل ستوري بورد وايه اشكالها، وعلشان نبتدي بقى فعلا يبقى في صورة متكاملة للمحاضرة او للكورس اللي انت بتعمله وبتقدمه للناس. ارجو ان انتوا تتابعونا في المحاضرة الجاية ان شاء الله. اشوفكم على خير.